كل الأصدقاء الحلوين اللي انضموا لنا هلا بحلقة جديدة من يلا نغني سوا. نحن كتير كتير محمسين مثل العادة تحت نسمع صوتكم، نستلم رسائل منكم، وأكيد نتعلم دروس جديدة كتير حلوة عن يسوع وعن الحياة ويمكن العلوم أو الموسيقى وكتير الأشياء اللي بتحيط فينا. خلنا ببداية الحلقة أكيد نستقبل مثل العادة جوي كامو. هاي مريم، بول، انتم منيح؟ منيح كثير، منيح وكثير محمسين. اكيد اليوم نحكي مع اصحابنا. كامو مثل العاده ماسك التليفون وجاهز وحاضر تيستلم كل رسائلكم وكل اتصالاتكم، ومنوعدكم رح نجرب ناخذ اكبر عدد ممكن من الاتصالات. خلينا هلا نروح دغري مباشره وبسرعه هائله عند اصحابنا الحلوين. اليوم اجوا من مصر وكثير محمسين نتعرف عليهم. رح نبلش باول صديق لنا عنده مايكروفون. كيفك؟ خبرني شو اسمك وقد عمرك؟ سامويل هاغوبيان،
عمري 11 سنة. ومن وين أنت يا سامول؟ من العراق. من العراق، لكن عندنا صديقين من العراق وصديقين من مصر. خبرني يا سامول أنت شو هواياتك؟ بحب الجيتار. جيتار، أوكي. وقدي صار لك تعزف على الجيتار؟ شي 4 أشهر. 4 أشهر وهالقد شاطر؟ أنا كنت عم بسمعه من شوي وعن جد كتير شاطر. هلأ بعد شوي أنتوا رح تسمعوا. طيب ننتقل لعن صديقتنا الحلوة المهضومة. شو اسمك؟ ميرنا. قد عمرك؟ 10. ومن وين؟ من عراق. أوكي أنتوا أخوة؟ لا. ما نكون أخوة. أوكي شو هي بياتك ميرنا؟ بحب أعزف على الفلوت وبيانو. شو حلو، كلكم موسيقية هيك شطورين بالعراق، برافو. كمان هي صوتها رائع جدا، رح تسمعوه اليوم بالحلقة. وخبرني قد ايه صار لك تحضري يلا نغني سوا؟ من عمري 5 سنين. يا حبيبتي وصار عمرك 10 سنين هلا، وكثير نحن مبسوطين انتم هون معنا وتتعرفوا على اصحابنا وهن كمان يكونوا عم يتعرفوا عليكم. وهاي اسمك ايه؟ كارين. كارين عندك كم سنة؟ 9. 9 سنين. طيب وخبريني يا كارن هواياتك ايه؟ رسم. الرسم. وكارن ربط لها معها قصص كتير حلوه تتفرجينا اياها اليوم، وبتضلع قدام موهبتها حلوه. وقد ايه صار لك بتحضرينا؟ شي سنه ونص. سنه ونص صار لك بتحضري يلا نغني سوا؟ اوكي كتير حلو. وهي اختك؟ دي اختك؟ رودي. اسمك ايه؟ رودي. عندك كم سنه؟ 7. وشعرك كتير حلو، مين عمل لك اياه؟ ماما. ماما، تحية للماما. لكن وشو هواياتك؟ الرياضة. رياضة، شو أكتر شي بالرياضة بتحبيه؟ أو كل حاجة؟ كل الأشياء. كل الأشياء، برافو برافو يا لودي. طيب وخبريني بتلعبوا مع بعضكم بالبيت؟ حلو كتير، حلو إنه يكون عندنا أختين بالبيت هيك نتسلى مع بعضنا، صحيح؟ طيب بدي اشوف هيك اسالك يا لودي، شو الشغل الحلو اللي جبتي لنا اياه معك؟ فينا نشوفه؟ مين جاب لنا هول الاشغال اليدويه؟ يلا فينا نخبر عنهم شو اصحابنا. اوكي انت خذ الميكروفون وانا بمسكهم وبحكي عنهم. يلا شو عنا هون؟ هيدا من كان عيد الاب. اوكي كتبت هابي فاذرز داي. وفي جوا كمان بتنفتح. يسو حلو، كتبت له أنا بحبك كتير، thank you على كل شيء، برافو. شو كمان جبتي لنا معك؟ هيدي الرسمة. أوكي شو فيها بهيدي الرسمة؟ شو عم نشوف؟ صبي وبنت عم يلعبوا، كمان شطورة كتير، بتتعلموا رسم بالمدرسة؟ حلو. وأنتوا بأي منطقة بالعراق قاعدين؟ بشمال العراق؟ أوكي طيب ومين بعد جاب لنا أشغال يدوية حلوة؟ في بعد هون. يلا فرجينا. في هون لعيد الأم عملتها. شو حلوة. أوكي سو شو استعملتي تتعمليها؟ هيدي تبع خشب. خشب وكرتونة. وهيدي الورقة كتير حلوة. شو قالت المامي بس شفتها؟ كتير فرحت. كتير انعجبت فيها. حلو كتير. وعنا شي للإيستر كمان لعيد الفصح. شو هيدا؟ بيض، لونت البيض والكرتونة وحطيت بومبون تناكل وننبسط، ما هيك؟ كتير كتير حلو، برافو عليك، شغلك كتير حلو. هلا خلينا نروح لعند كامو ونشوف شو عنا يا كامو اتصال. في عنا حدا ناطر على الاتصال على الواتساب، فخلينا نقول له الو. نكتب له اسمه. انا مرحبا. مرحبا. كيفك يا سالي؟ كيفك؟ منيح، انت كيف؟ أنا منيح، أنا سالي عن ضالي فلسطين. يا أهلا وسهلا فيك يا سالي حياتي، شو بدك تغني لنا اليوم؟ اسمي يسوع. تفضلي. اسمي يسوع أحلى الأسماء، اسمي يسوع اسم الأسماء، ما فيش اسم تاني تحت السماء يقدر يخلصنا، ما فيش اسم تاني تحت السماء يقدر يخلصنا. برافو يا سالي وشكرا على كل ترتيله بتختاري انه تغني لنا اياها بكل حلقه. نحن بننطر نسمع صوتك دائما دائما، وانت صديقه من اول الاصدقاء يلي دائما بيتصلوا فينا، نحن كثير بنحبك. باي يا سالي. واسمها سرهون. بدي اقول لاصحابنا بتعرفوا انه صار عندنا جائزه جديده كثير كثير حلوه، بس للاسف بس اصحابنا يلي عايشين بلبنان فيهم يستفيدوا منها. يعني مثلا انت يا جو فيك تربح هذه الجائزه اذا بدك، وهي انه رح يربحوا
حصة مجانية ليروحوا على مدرسة موسيقى ويتعلموا لمدة مرتين يمكن حصتين ياخدوا حصتين ويتعلموا يعزفوا على الآلة اللي هن بيختاروها. تخيلوا شو حلوة هالهدية. لكن بشجع كل أصحابنا من لبنان يكونوا عم يتصلوا فينا بكثرة إن كان على تليفون أو على واتساب. يمكن تكونوا من مختلف الجنسيات بس إذا كنتوا عايشين بلبنان أكيد، لأن إذا كنتوا مثلا بالعراق ما رح فيكم تجوا على لبنان وتروحوا هيدا المدرسة، لازم تكونوا عايشين بلبنان تقدروا تروحوا تستفيدوا من حصتين مجانا، تكونوا عم تتعلموا إما على الجيتار أو البيانو أو الفليت أو الدرامز أو شو ما بتحبوا. لكن اتصلوا فينا كامو لألك. كمان اتصال تاني مليون. شو رأيك شو فيني؟ شو رأيك جوي ياخدو؟ يلا. ألو؟ ألو؟ هاي مين معنا؟ آيات. هاي كيفك يا آيات؟ منيحة، انتو كيفكم؟ نحنا كتير منيح. بتحبي ترنينا؟ منيح منيح آيات، كيفك انت؟ ماشي الحال؟ كيفك بول؟ منيح آيات، كثير منيح. أنت منيحة؟ إي منيحة. خي آيات، مين المذيع المفضل عندك؟ شو؟ مين المذيع المفضل عندك بالبرنامج؟ مين أكثر شيء بتحبيه؟ القتال. شو قالت؟ الجيتار. أكيد آيات. حبيبي آيات، هو كمان كثير بحبك. شو بدك تغني لنا؟ أختي بدها تحكي معكم. يلا. ألو. ألو. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ منيحة؟ أنا كتير منيحة يا حبيبي، وأنت كيف اليوم؟ شو بدك تغني لنا؟ شو بدك تغني لنا أنت وآيات؟ نفس الترنيمة. بدي أغني هللويا على نفسي. يلا تفضل. هلا 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 هللويا، هلا 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 هللويا، وما حنساك ولا إلى البيت، معجزات يا سوء عكسات من هلا إذا شو حسيت إسهر معاني الكفار أبداً إتنيت قا 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 عم تبتها مالية. برافو يا حبيبتي، برافو برافو، كتير حبيتها لهالترنيمة هيك حماسية. نحن مشكركم واسمكم صار بالبوكال، يمكن انتو تربحوا باخر الحلقة. بقى ضلكن عم تتابعونا. اوكي باي. رجعنا لهون لعنا على الاستوديو وصديقنا الموهوب جدا جدا سامويل جاب الجيتار معه خصيصا كرمال يعزف ترنيمة على الجيتار. لكن قلت لي صار لك بس 4 أشهر بتعزف. واو، مين بيعلمك؟ تعلمت لحالي بالبيت. لا عم تمزح، شو شاطر، حدي لحالك بهالوقت. طيب وعندي كمان سؤال لك، مين هيك بيشجعك دايما ضلك تعزف؟ بيك. وكيف صرت تعرف تعزف ترانيم؟ نزلت برنامج على الايباد بيفرجيني كيف بلقط الكورد. انت كتير شاطر، برافو. يلا خلينا نسمع ترانيم، نرجع نحكي اكثر عن موهبتك. مستحق كل المجد يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك، كل لسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي
كثير حلوة، عزفك حلو وترنيمك حلو كثير. عنا اتصال بدك تاخذه، يلا قول الو. 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 مين معنا؟ انا اسمي توني ثابت. شو الاسم؟ الو انا اسمي توني ثابت. دحنين توني اسمه؟ دحنين دحنين. يلا. اوكي غني لنا. اسمي توني. يلا يا توني. بونجور. جات ضمة تتيجي. بونجور. جات ضمة. برافو. برافو يا توني يا شطور. توني حبيبي بدي اياك تتابعنا لاخر الحلقه لان يمكن انت تربح معنا. اوكي اذا ربحت معنا بديك تبعت عنوانك او تترك رقم تليفونك، هيك بيتصلوا بالماما وبيقولوا لها انت ربحت. اوكي حياتي باي. كنت عم بقول انه عن جد كثير عجبنا عزفك. قد ايه بتتمرن كل يوم تقريبا؟ 20 دقيقه ساعه. حبيبي برافو. طيب وبتنطوشي؟ لا انت مش اخوان سيد. والماما والبابا بينطوشوا او ما بينطوشوا؟ لا بفوت على الغرفه. بفوت على الغرفه. برافو عليك، لان بالاول دائما بيكون في اغلاط، بعدين بتصير التريم بصير احلى واحلى. برافو عليك. عندنا كمان اتصال، بركي بول بياخذ الاتصال. الو. هاي هاي كريستينا، كيفك؟ هاي كريستينا، ما تستحي ما سامع صوتك، عم توشوشي. قولي مين؟ عم تقول مين هو هيدا؟ هيدا بول يا كريستينا اللي رح يلعب لك جيتار هلا. مين هو؟ انا بول. كريستينا، كريستينا اسمعينا من التليفون حياتي بس مش من التلفزيون، شو رايك؟ كيف مع مريم؟ بركي. مصور. مصورين يا حلوه، كيفك؟ منيحه. حياتي قد ايه عمرك؟ خمسة. يا حياتي أنا، شو بدك تغني لنا؟ ماشي بس هيك بدك تتصلي؟ بركي بتربحي كادو؟ أنا عرفت ليه عم تتصلي، تتربحي كادو يا صغيرة يا مهضومة. إيه؟ وينك يا كريستينا؟ يا حياتي حلوة حلوة الصراحة، أكيد رح نحط اسمك بالبوكال بالسلة ويمكن أنت يا كريستينا تربحي معنا. شو أحلى آلة موسيقية عندك؟ شو بتحبي أكثر شيء؟ بيانو أو جيتار أو شو؟ البيانو. البيانو، إن شاء الله يا رب تربحي يا كريستينا، هيك بتروحي وبتجربي تعزفي على البيانو. أوكي حياتي؟ نحن بنحبك كثير وأنت كثير مهضومة، باي كريستينا. باي. شو مهضومة يا حياتي أنا. يلا مبسوطة فيكم يا أصحابي، بشجعكم عن جد هيك بركي بتربحوا وبتكون عندكم الفرصة تنموا الموهبة اللي عندكم. ما هيك؟ شو عنا يا كامو؟ في عنا رسائل من أصدقاء كتار وكتير ناس عم تحاول تتصل فينا كمان. أوكي. أول رسالة بتقول: مرحبا، أنا سالي من العراق، عمري 17 سنة، أنا كتير بحب برنامج يلا غني سوا وبحضره دايما، وأنا رفيقة سامويل وميرنا. عن جد؟ يسا حلو، تعال نسلم علي، هيتا نحط الكاميرا عليون، قولوا لها هاي. شو بدكم تقولوا لها؟ هلو. هني مبسوطين كتير برسالتك. شو كمان يا كامو؟ كمان مرحبا، أنا زكية حسن وحب أقدم لك ترنيمة، وبعتت لنا ترنيمة برسالة صوتية خلينا نسمعها مع بعض. أكيد سيدي. بدنا بس الصوت يمشي. أنا كتير مميز بنظر الرب، هو اللي خلقني وبدا كل شيء، بعرف كل افكاري، كل لساني، معطيني دقه افتح له باب الاب. يا صاح هو ابني، يا صاح اعرف اسمي، يا صاح غيرني، فتح لي باب الاب. برافو يا حبيبتي، انت كثير حبيت انه عم تجرب وتحاول قد ما فيها تغنيها بشكل صحيح، شكرا كثير 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 لك كثير. بنكمل كمان رساله جديده من صديق لنا، بيقول: انا سمير من المغرب، احب البرنامج كثيرا وبدي منكم تعرضوا صوره صديقي في البرنامج،
هذا صديقي، ما قلنا شو اسم صديقه، يحب يتابع البرنامج بس هو في المدرسة الآن. حبيبي ايه. وهيدي الصورة كمان ممكن نشوفها مع بعض هلأ إذا جاهزة. لكن بنسلم عليه كتير ونشكركم على رسالتكم وعلى هالصورة يا سمير، شكرا كتير. شفنا الصورة؟ ايه شفناها الصورة يا كامل، نشكرهم لأصحابنا كتير. رح نتابع لكينا مع الواتساب مسجز بركي بعد ما نرى صورة. كمان عنا صورة من أحد الأصدقاء، بيبي صغيرة ما عرفنا شو اسمها، يا ريت بيقولوا لنا بيعرفونا على حاله نشوفها. بس كمان فينا نشوف الصورة المهضومة مثل الملك الصغير. شكرا كتير كتير على هيدا الصورة الحلوة يا أصحابي. لكن هول كانوا بعض الرسائل عنا يوم لليوم، وعنا هلأ ترنيمة حلوة خاصة من صديقتنا الحلوة، رح تاخذ الميكروفون وتتوجه هون، وهي Above All، فوق كل اسم وسيادة. أطلب منك ترجع لعندي حبيبي حتى نسمع هالترنيمة مع بعض. Above all powers, above all kings, above all nature and all the created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, you can magnify your worth. Above جدا. وشو هالصوت الرائع يا حبيبتي، خبريني اللي اخترت هيدا الترنيمه، خلي الميكرو معك. كنت اول شيء عم فكر بترنيمتين، بعدين انه قلت هيدا احلى. بتحبيها وحلوه كثير على صوتك، برافو عليكي. عنا اتصال معك يا جوي. الو الو، هاي مين معنا؟ جراسيا ماريا. كيفك يا جراسيا؟ منيحه. قد ايه عمرك؟ 8 سنين. اوكي، قد ايه صار لك بتحضرينا يا جراسيا؟ شو؟ قد ايه صار لك بتحضرينا؟ هالسنة. هالسنة، اوكي، صديقة جديدة للبرنامج. ايه. بتحبي ترنمي لنا شيء؟ شو؟ في عندك ترنيمة بتحبي تقولي لنا إياها؟ ايه. اوكي، تفضلي. أنت اللي بتجمعنا كرمالك نحنا جينا، خليك دايماً معنا. عدربك مشينا، انت اللي بتسمعنا كرمالك احنا زينا، خليك دايما معنا. عدربك مشينا، بدنا لحظة لحظة صوتك يسمعنا، زعفينا المحبة والوحدة بعيدتنا، مهما نشينا وتهنا وعن بعيدك بعدنا، حبل الذهب نعطر جمالك يربطنا. برافو جراسيا ماريا، برافو برافو، ثانك يو على اتصالك، نتمنى نصير دايما نسمع صوتك اكثر واكثر يا جراسيا. باي حبيبي. باي.
صبايا وشباب تعرفوا انه من زمان 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 كانوا بس يكون عندهم رسالة الملك بده يوصلها للشعب شو كان يعمل؟ كان يبعث شخص يصير يعيط هيك على صوت عالي وين ما كان بالمدينة يقول في رسالة من الملك في رسالة من الملك، وكان يوقف يفتح رسالة ويقريها وكل الشعب كان يسمع. مزبوط؟ ما كان في بعد التلفزيون، ما كان في الجريدة. هلأ كيف أقولكم نسمع الأخبار؟ تلفزيون، على المجلات، على الجرايد، اتصال، بعدين عنا اتصال على التليفون كمان نسمع الأخبار. يلا خلنا نسمع شو عندك خبرية. يلا الاتصال جاهز. يلا ألو. مرحبا. ألو. مرحبا، مين معنا؟ ألو. ربيكا المر. جيسيكا. ربيكا المر. أهلا وسهلا يا ربيكا، صديقتي اللي بحبها كتير. كيفك اليوم وشو بدك ترني لنا؟ بدي غني يا يسوع جبع المحبة. يلا يا حبيبي تفضلي. يسوع جبع المحبة لما دخل قلبي دمه ما حز نوبي وما لا حياتي أبرا لا تريحة والهلا نور خوف لا قوي وفرور خلاني بقربه مرتاح حياتي أفرح. برافو ربيكا، برافو برافو برافو. يلا بركي انتم بتكونوا رابحين كمان تتربحوا وتتعلموا على آلة موسيقية. شو احلى آلة عندك؟ قطر الخط. قطر الخط وانت قطعتي. طيب لكن ربيكا ثانك يو على اتصالك، وبرجع تا قصتنا نكملها. فاذا بعد فتره صار في مجلات وجرايد، ولكن كانوا الصبي مثلا صغير يمسك الجرايد ويروح يصير يقول جريدة اليوم في اخبار كثير مهمه بجريدة اليوم، هيك بيشجع العالم انه يقرا الجريده ويشتروها. طيب بتعرفوا كيف الله كان ينشر الاخبار كمان الاشياء اللي بده يخبرها للشعب؟ مين بيعرف كيف؟ على الميكرو. مين كان يبعث؟ يلا على الميكروفون. كان يبعث، كان يلا يبعث حدا. برافو. هو يخبر، يخبط على أبواب الناس ويقول لهم الله. قربت كتير 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 من جواب فيك تقعدي. كان يبعث أنبياء، خلوا الميكروفون معكم. كان يبعث أنبياء يخبروا الناس شو الله بده يقول لهم. وفي نبي كان كتير كتير مشهور بالكتاب المقدس لأن كان عايش بالبرية، ما كان يحب يعيش بين الناس. وبتعرفوا شو كان يلبس؟ هلأ بدنا نشوف صورته. كان يلبس التياب من وبر الجمل ويحط هيك حزام جلد على خصره. وحذره شو كان يأكل؟ مين بيعرف على المايكروفون؟ عسل وجراد. عسل وجراد. أنت بتحب تأكل جراد ما هيك؟ لا. أنت كمان؟ كلكم بتحبوا تاكلوا جراد وعسل؟ بلا بلا انا بعرف شو؟ ما حدا بياكل جراد. مظبوط، بس يوحنا المعمدان كان يحب ياكل هيك، يجيب الجراديه يحطها بالعسلات وياكلها. وشو كان يعمل يوحنا المعمدان؟ كان ينزل هيك على الضيعه ويصير يقول للعالم توبوا توبوا. شو يعني توبوا؟ مين بيعرف؟ يعني توبوا من خطأ. خليكي قاعدة تشوفك، تشوفك الكاميرا. يعني توبوا من خطاياكم، يعني وقفوا خطأ، تعملوا خطايا، وقفوا تعملوا خطايا. يعني إذا أنت بتسرق وقف السرقة، إذا أنت بتكذب وقف الكذب. ليش كان عم بيقول لهم هيك؟ لأن مين كان رح يجي؟ علشان الله كان هيجي ويدمر الذين هيك. لأن يسوع إيش؟ وكان عم بيعمد يوحنا المعمدان العالم بالمي ويقول لهم انا هلا عم عمدكم بالمي، ولكن رح يجي انسان هو اعظم مني وانا ما بستحق حتى فك شريط صباطه، هالقد هو مهم. وهيدا كان عم يحكي عن يسوع، اكيد عن يسوع. وبعد فتره بس اجى يسوع. مين عمدوا ليسوع؟ يوحنا المعمدان. فإذا تخيلوا قديش كان مهم يوحنا المعمدان، هو قدر يعمد يسوع وهو كان عم بيحضر كل الناس ويخبرهم عن يسوع قبل ما يجي. كيف نحن فينا نكون مثل يوحنا المعمدان بحياتنا اليوم؟ نحن نكون
بنقول له الله ان هو يعمدنا. حبيبي شو مهضومه، كيف فينا نكون مثل يوحنا المعمدان؟ هو كان يخبر الناس عن يسوع، نحن كيف فينا نخبر اصحابنا عن يسوع؟ مين بده يعطينا مثل بالمدرسه؟ شو بالمدرسه؟ يلا فيها تاخذ الميكرو. نخبر اصدقائنا عن المسيح. فينا نخبر اصدقائنا عن المسيح، نقول لهم هو مين، قد ايه بحبنا، وفينا بتصرفاتنا وبحياتنا يشوفوا انه نحن بنحب يسوع، يعني نكون لطفاء معهم، ما نحكيهم حكي جارح، نتشارك معهم الاشياء الاكل اللي عنا اياه، نساعدهم اذا هن بحاجه لمساعده، هيك نحن بنكون بمجتمعنا بمدرستنا مثل يوحنا المعمدان، وكثير يسوع بيكون فخور فينا، وقال يسوع انه اصغر واحد فينا هو اعظم من يوحنا المعمدان. تخيل قد ايه عنا هيك امتياز حلو انه نحن كثير كثير عظمين بنظر يسوع. عنا شيء يا كامو بدنا نقوله؟ في عنا رسائل بتحبي تقراها؟ اكيد. اوكي. في عنا رساله بتقول مرحبا، وجه تحيه لقبس والماهر ونوره، احبكم، باي. اتمنى توصل. لكن عم توجه تحيه لاصدقاء، ان شاء الله يكونوا عم يحضروها، وصلت. في عنا رسالة صوتية لحدا من أصدقائنا من لبنان، خلينا نسمع شو بتقول. يلا. هاي مريان، أنا اسمي أنجي، شفتك بعرس زوزو سلام وبحبك كتير، وبدي رنم لكم ترنيمة اسمها يا أبانا لست أدري. يا أبانا لست أدري كيف كان عمري يجري دون أن أدريك أنك أنت أبي، لكني أنا ابنك، أنت ترعاني بحبك فلن أخاف. برافو، كتير حبيت. خلينا نكتب لها اسمها لأنجي، فيكم أصحابي كمان تصيروا تبعتوا لنا واتساب مسج هيك فويس. أنجي أنا ما بتذكر كتير وجهك، يا ريت تبعتي لي صورة تهيك أتذكرك. شو حلو أنا التقيت فيها بعرس هون بلبنان، وهلا يمكن أنت تربحي معنا حصة مجانية بمدرسة الموسيقى تنشوف. وشكرا كتير كتير على هيدا المسج. خلينا هلا نروح ونحضر إذا ما عندنا اتصال ريبورت الكرافت أو الأشغال اليدوية مع صديقتنا تامي، ونشوف شو محضرت لنا. هاي عن جديد بحلقة جديدة من برنامجكم يلا نغني سوا. عجلوا حضروا، جيبوا ملاقط غسيل ولونوهم باللون الأخضر، وجيبوا هيدا بيستعملوه كتير بالكرافت، وجيبوا جلو وعيون الصغار اللي هنا تلاقوهم بالسوق أو المكتبة. أوكي، من بعد ما نكون خلصنا تلوين الملقط، نحن رح نقص هيدا لثلاث أطوال مختلفين، اثنين طوال، اثنين أقصر، واثنين أصغر شيء. حتى نلحق بس ننشف، رح نلزق العيون على أصغر لزقنا العيون على أقصر البايب كلينرز، هدول بنستخدمهم بالأشغال اليدوية. رح نتركهم على جنب حتى ينشفوا شوي. نتذكر إنه يوحنا المعمدان كان بياكل بالبرية عسل وجراد، لهيك نحن هلا عم نعمل جراد. طيب، رح ناخد الاثنين الأقصر شوي اللي هنا الحجم الوسط، ورح نفوتهم تيفوتوا بهدول المطرحين. فنحن بحاجة إنه نحط قلوب الأول، مندخل أول واحد على النص، مندخل تاني واحد، أكيد ننطرهم تا ينشفوا. بس ينشفوا بدنا نرفع من كل طرف تنعمل الجرادة عم تمشي. ناخد أطول اثنين بقيوا عنا، رح نحطهم الملقط الغسيل إله من هون مثل فتحة صغيرة، فرح نعمل إنه رح نفوتهم بالفتحات.
وبنفس الطريقة بدنا نرفع له أجره. من بعد ما كانوا نشفوا العيون رح نفوتهم بقلب الملقط، كمان احنا بحاجة انه نحط جلو. ننتبه كتير منيح اكيد، اذا حسينا انه شوي صعب فينا نطلب من حدا اكبر مننا تيساعدنا. هلكم شو كان طعم الجراد؟ شو كان يوحنا يحس بس يكون عم ياكله؟ ما بنعرف، بس بنعرف انه يوحنا كان بياكل جراد وعسل لما كان بالبرية. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الجراد اللي عملناهن اليوم. خلينا نرجع هلا لتنشوف باقي حلقتنا عن شو رح تحكي. يا أصحابي وكامو، محضر لنا اليوم ريبورت كتير 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 حلو. عن شو هو هالريبورت يا كامو؟ ريبورت ساينس أو علوم، صلنا فترة هيك ما شفنا شيء علوم. إيه؟ ورح نتعرف على شيء كلنا منشوفه كل يوم ومنعيشين معه ومتعيشين معه، يلي هو الشمس. شو بتعرفوا يا شباب عن الشمس؟ شو بتعرف عن الشمس؟ شو يا بول؟ لولبية. عم بيقول صديقنا أنه هي نجم. مزبوط مزبوط. شو كمان؟ بتشرق كل صباح. برافو، بتشرق كل صباح. وشو كمان؟ بتعرف شو لون ضوء الشمس؟ بتعرفوا شو لون ضوء للشمس؟ حدا بيعرف شو ضوء؟ اصفر. غلط ماريان، اصفر لانه نحن بيوصلنا على الارض اصفر، بس هي فيها كل الالوان، هي لونها ابيض يعني. عن جد؟ مزبوط. خلينا نعرف اكثر بهيدا التقرير. ماريان الشمس كثير كبيرة. في مرة حدا قال اذا كانت الارض مثل طابة جولف يعني قد ايدها تقريبا، الشمس بتكون باص مدرسة من هول 30 راكب. واو. كتير كتير كبيرة. كتير حلو. أنا عندي حشرية، نروح نشوف التقرير. أكيد يلا. يلا. رح نتعلم مع بعض بهيدا التقرير اليوم عن الشمس. بتعرفوا انه الشمس يلي كلنا بنعرفها هي نجمة مشتعلة بالفضاء القريب من كوكب الأرض؟ الشمس ضخمة جداً وبيساوي حجمها 110 مرات حجم كوكب الأرض، بتبعد 150 مليون كيلومتر عنا، وبالرغم من هيك بيوصل ضوء الشمس لعنا بـ8 دقايق فقط. هي مهمة جداً لحياتنا، ومن خلالها نحصل على الدفء والنور والطاقة. والشمس هي أيضاً برهان على عظمة ودقة خليقة الله. بتمنى تكونوا استفدتوا من هيدي المعلومات. رجعنا معكم يا أصحابي، وعنا أكيد هلأ رسائل على الواتساب، وبهالوقت صديقتنا بتكون عم تحضر حالة تترن منه. أوكي، أول رسالة بتقول: هاي كيفكن، ربي يبارك تعبكن، أنا ماريا الكاشي وإخواتي نايا وكاترينا، حابين نشارك معكن، نحنا من سوريا بحمص، نحنا منحبكن كتير، ونحنا كمان منسلم عليهم كتير، وأكيد نحنا منحبكن يا أصدقائنا. كمان رسالة بتقول: هاي أنا بحبكم كتير يا ماريان والمسيح يبارككم، أنا كريستين، كريستين من مصر، كمان من سلام عليها. شكرا لك كتير يا كريستين. نسمع بعد؟ يال. خلينا نسمع رسالة صوتية وصلتنا هلأ. كيفكن، أنا فانيسا الهندي، أنا حابة اليوم رتلكن هالترتيلة: يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى، يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلى، يا مريم لا تنسينا عدرو بالحق اهدينا. شكرا لك كثير.
بس انا مذكر اصحابنا ابتداء من الاسبوع الجاي بس يلي بيتصلوا فينا راح ينكتب اسمه بالسله هيك تنكون عادلين مع الكل اللي بيتصلوا فينا على التليفون او على الواتساب بينكتب اسمهم وبينوضع بالسله اوكي هلا شو بدك ترمي لنا يا حلوه انا شو اسمك ترنيمه يلا اوكي بلشي يا بتعرفها او ما بتعرفها يمكن ما بتعرفها كثير طيب اتسكي حياتي خبروني شو جبتوا لنا بالدفتر الرسم شو رسمتوا يلا انا رح افتحه انتوا احكوا على الميكرو يلا خدوا الميكرو اول رسمه اوف شو غريبه وشو حلوه شو هاي بنت بتاكل كيك واو الالوان كثير غريبه كانها بنت تشاينيز كانها بنت صينيه اورايت يلا ننتقل على واو كثير فنيه هيدي الصوره كيف رسمتيها مزجت الالوان مع بعض اورايت حلو كثير وهيدي شو بعد مش خالصه بس كثير حلوه سو شو كتبتي هاي اسمي خطوط متنوعة كمان كتير حلوة يا كارن وخلص برافو عليك على قبل ما ترجع تقولي لعنا غير مرة ويكون عندك رسومات أكتر برافو يا كارن طيب يا أصحابي خلينا هلأ نروح نحضر كليب اشتقنا نسمع ترانيم بالبرنامج خليكن معنا ومن بعدها بيضل عنا ريبورت الصور وريبورت كام محضر لنا يلا خليكن معنا الحياة لكل ناس ما تنحب
يلا بسرعة نروح ونشوف الصور الحلوة يلي بعتوا لنا ياهن لهيدا الأسبوع. أول صورة معنا إياها من جابرونية وهي حاطة قبعة كتير حلوة. ميخائيل فريد شوقي لابس جاكيت جلد ومبين مهضومة كتير. بولا جرجس قاعد على كرسي ولابس الحلوين. هولي وفيق عم تركب على الحصان وشعراتها كيرلي. صديقتنا لارا بطرسموسة لابسة فستان أبيض وجاكيت جينز حلوة. ماريا أشرف رمزي كمان مثل سامويل عم تعزف على الجيتار. مريم ومارينا هن تخرجوا من مدرسة كتير حلوة هذه الصورة. نوري شادي مع البابا بمزرعة الحيوانات. سارة وفيق حاطة قبعة حلوة سودا وشيل. سولانج وجيزل هن بالمدرسة ولبسين طقم المدرسة. مارتينيا حاتم عملت شعراتها دونات وطالعة كتير كتير حلوة. رومانا مينا فالح عم تطلع فينا بنظرة كتير قوية وحلوة. ميرا وميرولا فرح اختين حلوين عم يحتفلوا. توماس امجد عم يعمل سان تانينج. كتير حلوين صوركم، اتمنى دايما تبعتوا لنا صور اكثر واكثر. كامو شو هو تاني ريبورت معنا يا اليوم؟ تاني ريبورت معنا يا اليوم هو عن طائر حلو كتير وفيه كتير كتير الوان. انا قلت هيك حلو كتير نكون عم نتفرج عليه مع بعض يلي هو الطاووس. اوكي، بتحبي الطاووس يا مريم؟ كتير والوانه كتير حلوه. مظبوط، بدي اشوفه. بقول عم بقول انه طيب بيتاكل يا بول؟ بيتاكل كامو؟ لا ما بعتقد، حرام مين له قلب ياكله قد ما حلو. يلا خلينا نحضر هذا التقرير مع بعضنا. رح نشوف مع بعض بهيدا التقرير اليوم أحد أجمل المخلوقات على الإطلاق هو الطاووس. بيعيش الطاووس بالغابات في الهند ومحيطها وأيضاً في وسط أفريقيا. هو من أجمل الطيور بسبب كثرة ريشه يلي بيفتح بشكل دائري حتى 5 مرات من حجم جسمه. بيسيطر عليه اللون الأزرق خاصة وبعض الريش الأخضر والبنفسجي. بيتغذى الطاووس على الحبوب والأعشاب والورود وأيضاً الدود والحشرات. كم هو رائع هيدا الطير بألوان المتعددة والمختلفة. بتمنى تكونوا حبيتوه. رجعنا معكم وصديقتنا الزغطورة المهضومة بدها تغني لنا غنية. شو هي هالغنية؟ أنا يكرا كنت صغير. يلا 1 2 3 أنا يكرا كنت صغير، أنا يكرا كنت كبير، لكن ربنا بيحبني أنا صنعت كتير. أنا يكرا كنت صغير، أنا يكرا كنت كبير، لكن ربنا بيحبني أنا صنعت كتير. ساعات كتير بطلق لكن برجع وبفكر بحب الله الخالق وافتكرني محبوب ربي كل العيوب وافتكرني محبوب ربي كل العيوب وارجع تاني واتطبطط واقول يمكن اكون صغير يمكن اكون كبير. برافو يا مهضومة، نشكرك كتير. وهلا اكيد اجى الوقت انه نعيد ونحتفل باعياد ميلاد اصدقائنا يلي منحبهم كتير ويلي هنا جبرونية ميخائيل فريد شوقي وبولا جرجس. رح نغني لكم هابي بيرثدي ونحتفل معكم. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي Thank you.
ينعاد عليكم بالصحة وبالعافية وبالنجاح هالسنة وكل سنة يا أصدقائي الحلوين. قبل ما تخلص حلقتنا بدي بعد هيك نقرأ كم رسالة وبعدين نسحب اسم الرابع. يلا. في عنا صورة صديقة لقلنا بعتتنا إياها اسمها أنجي، عمرها 9 سنين من لبنان. خلينا نشوف هيدي الصورة مع بعض ونوجه لها تحية ونسلم على أنجي. يلا. أوكي. حلوة كتير صورتها لأنجي، كتير مهضومة. اوكي، وبعد فينا ناخذ بالك في عنا كمان من صديقتنا برونا المر اختها لريبيكا. اوكي، عم بتقول لنا وي لاف يو سو ماتش. برونا بعثت لنا صورتها، هي معنا هون كانت بالحلقه باحد المرات، كمان عم نشوفها مع بعض. شو حلوه، بنسلم عليك كثير كثير يا برونا الحلوه. في عنا رساله من صديقتنا مارغو بتسلم علينا اليوم، بعثت لنا صوره بنت خالتها ايمي ورح نشوف صورة أيمي مع بعض. صورتها كتير مهضومة كمان. أيمي بنت كتير طيوبة. بعتتنا كمان عم بتقول بليز نسمع شو قالت لنا. يلا هيدا نسمع بسرعة. مرحبا معكم مارغو، بدي أرتل يسوع أنت إلهي. يلا. يسوع أنت إلهي، حبك شافي الوحيد، أنت حبيب نفسي أبدا يسوع، أنت من أوري. برافو، شكرا كثير لك يا مارغو. هلا رح اسحب اسم لنشوف مين رح يربح معنا. أكيد الكل ناطرين على أعصابهم، والرابح أو الرابحة هي سالي من فلسطين. ألف مبروك لك يا سالي. وبدنا نشوف، او ما رح فينا نشوف شو رح تربح معنا لان مانك بلبنان للاسف، بس رح تربح معنا هديه كثير كثير حلوه. يا ريت تحطي اسمك وعنوانك الكامل ورقم تليفونك تنشوف شو هي الهديه اللي رح تربحيها يا سالي. وهلا خلينا هيك كلنا سوا نوقف ونرنم ترنيمه فرح الرب هو قوتي. بتعرفوا لهالترنيمه؟ اذا ما بتعرفوها فيكم هيك تحاولوا توقفوا معي. يلا تعوا تعوا، ترنيمة كلها فرح وكلها حماس، بدنا نرنمها مع بعض. يلا. فرح الرب هو قوتي، فرح الرب